مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمباشر من برنامجكم الرياضي الاسبوعي على قناتكم قناه ميديان تي في الماتش في الموسم الحادي عشر لبرنامجكم الماتش. والبدايه في الماتش دائما كتكون بابرز العناوين. المنتخب المغربي يتعادل وديا بهدف لمثله امام نظيره من بوركينا فاسو. غياب الانسجام واداء دون مستوى التطلعات، والأسود يطالبون بمنحهم الوقت الكافي لتصحيح المسار في قادم الأيام. كان عندنا فرص باش نربحوا هذا الماتش، ولكن ما ساعدناش الحظ اليوم، ولكن ان شاء الله خاص تخلوا لينا شويه الوقت ان شاء الله لينا والمدرب، باسكو هي نوفي ليكيب، كاين بزاف تاع اللعابه مبليسين، كاينين ديرو فو فيزاج. بعد مشوار طويل في عالم كرة القدم، البوسني وحيد آلي لوزيتش يقود المنتخب المغربي بعد مرحلة إيرفي رونار. رهانات كثيرة في الانتظار، قارية وعالمية، وقبل ذلك الربان الجديد أعد خريطة طريق لترتيب أوراق البيت الداخلي لأسود الأطلس قبل توجيه البوصلة نحو الاستحقاقات القادمة. من يستحق اللعب بإمكانه حمل قميص المنتخب المغربي، لكنني لن أتوسل أحدا للانضمام إلى الفريق. هناك نظام داخلي أنا بصدد تطبيقه، سبق لي العمل به في تجارب السابقة وأعطى أكله، فلماذا لا ينجح في المغرب؟ المنتخب المغربي الأولمبي يكتفي بالتعادل بهدف لمثله أمام منافسه القوي منتخب مالي في ذهاب الدور الثالث والأخير من تصفيات كأس إفريقيا مصر 2019، والتأهل للنهائيات رهين بعودة كتيبة المدرب باتريس بوميل بنتيجة إيجابية من باماكو يوم الثلاثاء القادم. وجدنا صعوبات في وسط الميدان ولم نستطع القيام بأكثر من تمريرتين في المنتصف أمام الفريق المالي. سنقوم باللازم قبل المباراة القادمة في باماكو واستخلاص الدروس والعبر. ومعنا لمناقشة كل هذه المواضيع المدرب والناخب الوطني السابق سي حسن مومن. سي حسن، مرحبا بك من جديد. مرحبا. شكرا ومرحبا للمشاهد الكريم. يحضر معنا كذلك لأول مرة في هذا الموسم الحادي عشر لبرنامج الماتش زميل فؤاد الحناوي. فؤاد مرحبا. مرحبا بك جلال. مرحبا سي حسن مومن، وتحية لكل المشاهدين والمشاهدات الكريمات. فؤاد، يعني ما تخلعش لأول مرة، راه درنا غير حلقة واحدة قبل منك، ما درناش بزاف. هشام رمرم مرحبا. مرحبا جلال، مرحبا سي حسن، وعودة موفقة لزميلنا فؤاد. فؤاد اللي يعني تابع معنا هو زميلنا في العوام من طبيعة الحال كأس إفريقيا للأمم، وكانت هذيك آخر إطلالة لزميل فؤاد من خلال برنامج ساعة الكان. قبل التفاصيل بغيت نذكركم مشاهدينا بأنه بإمكانكم طبعا حتى تفاعل معنا كما جرت العادة عبر هاشتاغ الماتش في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه بإمكانكم أنكم تتابعوا معنا مباشرة هذه الحصة من برنامج الماتش عبر صفحة الفيسبوك لقناتكم قناة ميدي أن تي في. إذن المنتخب المغربي استهل مرحلة البوسني وحيد آلي لوزيتش بالتعادل وديا بهدف مثله مع منتخب بوركينا فاسو. ظهور أول ربما معكش طموحات الجماهير المغربية بعد الأداء الغير مقنع لرفاق نبيل ديرة. ربما الجديد لازال في مرحلة التأسيس والاستحقاقات الرئيسية على الأبواب. قراءة في هذا النزال الأول للمنتخب المغربي بعد رحيل إيرفي رونار في التقرير التالي للزميل عبد الله الجعفري. في أول اختبار له بعد نكسة نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة بمصر، المنتخب المغربي واجه وديا نادره البوركينابي بتغييرات كثيرة على المستوى التقني وأيضا على مستوى التشكيل التي خاض بها المواجهة. الربان الجديد البوسني وحيد آلي لوزيتش، وإن ظل وفيا للعديد من الأسماء التي راهن عليها الناخب السابق إيرفي رونار، إلا أنه أعاد أسماء أخرى غابت عن المنتخب لفترة طويلة، وغيب أسماء أخرى تعودت حمل القميص الوطني.
اللقاء الذي أريد منه أن يكون مرآة لمستقبل الأسود لم يرقى لمستوى التطلعات، فعلى المستطيل الأخضر ومنذ ضربة البداية غاب الانسجام الذي لم تخطئه العين بسبب التغييرات التي طرأت على لائحة المستدعات. تمريرات خاطئة، إيقاع بطيء أسفر عن شوط أول الخطورة فيه كانت البوركينابيين، والذين دخلوا النزال بعناصرهم الرئيسية التي تشكل عمود منتخب الخيول لنحو 10 سنوات. الشوط الثاني لم يختلف عن سابقه، وإن منح درار ضربة جزاء مشكوك في صحتها لم يتردد زياش في اتخاذ قرار تنفيذها، رغم إخفاقه في التسجيل في حالات مشابهة في أكثر من مناسبة وفي لحظات لا تحتمل الخطأ. زياش أضاع ضربة الجزاء مرة أخرى، وأضاع معها ما تبقى من تركيز رفاقه الذين سمحوا للخصم بتسيد المباراة. هجمات تلو الأخرى كان فيها المحمدي الحامي الأمين لعرين الأسود، لكنه أخطأ التقدير في إحداها ليتقدم الزوار بهدف ظل صامدا حتى الدقائق 5 الأخيرة من صافرة النهاية، والتي شهدت تسجيل هدف التعادل من طرف العائد زهير فضال ليزل الستار عن مباراة التعادل فيها كان بشق الأنفس. Moi, je disais, cette équipe, il va montrer prochainement. هذا الفريق سيظهر قريبا وجها آخر، خاصة على مستوى الفعالية. في الشوط الأول كانت لدينا 4 فرص واضحة، وطلبت من اللاعبين اللعب على العمق، لذلك وضعت حكيم زياش في المحور لكي يوزع الكرات بشكل عرضي، ولا يمكن تغيير طريقة اللعب في مباراة واحدة، وأشتغل كثيرا على هذا الأمر في التدريب. نحن في مرحلة البناء ولا يمكن محاسبة اللاعبين حاليا. هي بداية لمرحلة جديدة في تاريخ المنتخب المغربي. الربان الجديد لا زال في مرحلة جس النبض والتجريب. الغيابات الاضطرارية، التغييرات التي قام بها، وتزامن المباراة مع بداية الموسم، كلها عوامل قد تقلل من تبعات الأداء غير المقنع لرفاق درار. لكن تصفية الكان على الأبواب والوقت لا ينتظر، وألي لوزيتش مطالب بإعادة قطار الأسود لسكته الصحيحة في القادم من الأيام. إذن كأول سؤال ربما لك سي حسن مومن، شنو هي أبرز ربما الخلاصات التقنية اللي خرجوا بها من هذا الاختبار الأول للمنتخب المغربي مع وحيدة لوزيتش؟ طبعا ملي غنبغي نهضروا على الخلاصات غادي نهضروا معنا شنو هي الاهداف اللي كانت مسطره من طرف المدرب قبل المقابله او منذ تعيينه على راس اداره الفريق الوطني. فطبعا كنعرفوا باللي المرحله اللي بين ايرفي غونار وبين وحيد هي مرحله اللي مرحله انتقاليه، لان جات في واحد الفتره لان خرج الفريق الوطني هو كيجر وراء واحد الهزيمه اللي شويه ما كانش كان منتظره، وربما هي اللي كانت دارت واحد الشرخ كبير داخل لا بالنسبه للاعبين لا بالنسبه للجمهور المغربي. غياب كذلك واحد مجموعه اللاعبين اما بالاصابات او لانهم فعلا وصلوا واحد السن وهما بدا كيشوفوا راسهم انهم فعلا ما يمكن لهم شيء يقدموا شيء كثير بالنسبه للفريق الوطني، منهم الاحمدي اللي هادو كلهم ولا مصطفى. إذن هذه المجموعة الآن مجموعة اللي هي أولا كيخصو يتعرف عليها، في نفس الوقت أنه كيخصو يدير خريطة الطريق ديالو، كيخصو يتفقوا على المبادئ وعلى ذاك الميثاق اللي خصو يتعاملوا به، في نفس الوقت كيخصو أنه يرد الثقة للجماهير المغربية ولهذه المجموعة كذلك، لأن كما قلت لك كاين واحد الأشياء كثيرة اللي وقعت من بعد الهزيمة أمام بنين. كاين بعض اللاعبين اللي هما الآن خداو الحظ ديالهم والفرصه ديالهم من جديد، منهم اللاعب شفيق اللي عرفناه من كان رسمي في واحد الفتره مع زاكي، ومن بعد دونك قدوم ايرفي غونار لقى راسو على انه خارج التغطيه. اذا هذه مرحله جديده هي صعيبه، لان اولا كيخصو كما قلنا على انه لا الجانب التكتيكي لا الجانب التعامل لا الجانب توظيف اللاعبين لا الجانب اللي غادي يمكن له انه يعطي فرصه لواحد اللاعبين، كل هذه مراحل صعيبه باش انها تحقق. ولكن في نظري اللي صعيب اكثر من هذه المسائل في هذا الوقت هو الجانب النفسي، لان باش يمكن لك انك تلقى لاعب فريق وطني مغربي اللي هو بنفس الحماس بنفس القوة اللي كنا شاهدنا عليها على الأقل في واحد الفترة مع إيرفي غونار،
خصنا نشوفوا ذاك الفريق الوطني كيثيق في نفسه، فريق وطني اللي هو مستعد باش انه يمشي للتحديات باش انه يرد الثقه لنفسه وكذلك الجماهير المغربيه. اذا يعني كما جاء على في صوت السي حسن مومن ورش كبير ربما اللي كينتظر وحيد علي لوزيتش. نبداو بداية فؤاد بهذه المباراة. نعم، هي المباراة ربما نوافق السي حسن أنه هذه المباراة هي منعطف، تأتي كمنعطف بالنسبة للمنتخب المغربي في هذه المرحلة هذه، لأنه لا يمكن بتاتا أن نحكم على مردود المنتخب المغربي مع مدرب جديد يلاه أمسك بزمام الأمور، ربما حتى التشكيلة ديال اللاعبين اللي تم استدعائها ما كيعرفهاش بشكل كبير. تم الاستعانة ربما بمصطفى حجي اللي كان هو مع هذا المنتخب ربما الأربع أو خمس سنوات الآن، لأنه كان مدرب مساعد لزاكي ثم مدرب مساعد لإيرفي رونار، وربما حتى الأيام اللي كانت مطروحة أو الفسحة الزمنية المتاحة أمام واحد لوزيتش يعني مدة زمنية قصيرة باش يكون فكرة على المجموعة اللاعبين باش حتى يعطي ربما ديك يختار ديك ال 11 اللاعب. على أي ربما هذين لقاءين وديين اللي كانوا مبرمجين كانت هناك ضرورة يعني لعب هذه المباراة، كما ذكر ربما حتى واحد لوزيتش التصريحات ديالو انه هذه مرحله ربما ما نحكموش على المنتخب في هذه الفتره، يجب انتظار المرحله القادمه. على مستوى اللاعب يعني ما شفناش الشيء الكثير، هناك بطبيعه الحال يعني الاعتزال ديال مجموعه من اللاعبين، ولكن هذا هو المشكل المطروح اللي ربما تحدثنا عليه لمرات عديده وهو غياب الخلف لهذه المجموعه ديال اللاعبين، ربما هذا العمل اللي ما تمش القيام به مع الناخب المغربي السابق، اي ما وضعناش قطع غيار اللي كان يمكن لها تاخذ بزمام الامور انها تمسك يعني في المواقف خصوصا في مراكز اللعب الاساسيه، يعني على مستوى خط الدفاع الاوسط يعني كنا كنلعبوا ربما بواحد ثلاثه اللاعبين اللي جوج ربما غيبتعدوا المنتخب اللي هما بن عطيه ربما ومروان داكوستا، بقى رومان سايس، اين هو الخلف؟ شنو وجدنا للسنوات القادمه؟ على مستوى وسط الميدان ايضا فراغ بعد يعني اعتزال كل من الاحمدي ومبارك بوصوفة، شنو وجدنا؟ ايت بن ناصر كان كيلعب بعض فتاه في المباريات، واش كان عندنا واحد المجموعه من اللاعبين شباب ديال 25 26 24 سنه اللي كنا نقدروا يستانسوا مع المنتخب، ولما يعتزل اللاعب كينوجدوا اللاعب الخلف جاهز يعني، ونفس الشيء ايضا قام به المنتخب او الناخب المغربي السابق. صحيح على مستوى اللاعبين والتشكيله اللي مثلتنا في كاس العالم بعد ذلك كانت النتائج سلبيه، لكن العمل القاعدي اللي كان خصنا نقوموا به كما كيقوموا به الجامعات واللي كتحتارم نفسها واللي كتعمل على المدى البعيد، الان كنا كنخدموا بعمل منظور، الان ربما هذا هو المشكل او هذا اللقاء اللي عرى على هاد على هاد على هاد الشرخ هذا وعلى المشكله هذه، وربما غادي نعطيوا الفرصه بطبيعه الحال الواحد لوجيش، رجل معروف بالصرامه ديالو، وهذا هو الشيء ربما الكبير اللي يمكن ننتظروه داخل يعني البيت ديال اسود الاطلس. يعني الكل متفق اليوم ربما واحد لوجيش هو الاول كيقولها انه ورش كبير كينتظروا مهمه صعيبه اليوم. انا السؤال ديالي كذلك بغض النظر على الجانب التقني المحض، واش بانت يعني لمسه حقبه وحيد علي لوزيتش في هذا اول ظهور ديالو؟ هذا هو السؤال. بانت من خلال الحديث ديالو على المستوى اللي يمكن ترجمته على ارض الواقع، خصنا شيئا من الوقت، ولكن اللي استنتجناه وربما كان منتظر وتحدثنا عليه كثير هو ان المنتخب المغربي مع رونار ما كانش عندنا مشروع ديال بناء منتخب، كان عندنا مشروع ديال القاب، والقاب اللي كنا يمكن عندنا ثقه زائده في النفس اننا غنقوموا بها، وكان هذيك هي الاولويه بغض النظر على ما سيحدث من بعد. فملي فشل هذاك المخطط ديال الفوز هذه مسؤوليه من؟ انا بجوج مسؤوليه من؟ انا على هذه النقطه ممتاز، سؤال ممتاز. المنتخب ماشي مشكله مدرب ماشي مشكله لاعبين، مشكل ديال الحكامه في التسيير، لانه المشروع قبل المدرب ما يكون عنده مشروع او ناخب، والسي حسن مومن راه اهل الاختصاص يمكن ياكد اوين في هذا الكلام هذا، المشروع قبل ما يكون عند المدرب كيكون عند المسير. صحيح، لانه المسير يقدر تكون عنده خطوط عريضه، كيعرف البروفايل ديال المدرب شكون، اشنا هو المطلوب من المدرب، في حين انه ربما راه غنجيو في النقاش من بعد في الموضوع التالي، يمكن اننا غنشوفوا انه واحد علي لوزيتش اعطانا تقييم للمرحله،
وتقييم اللي هو صادم، لا من ناحية التقنية ولا من ناحية السلوكية، وهذا غنهضروا عليه من بعد. فالمشكل اللي كان عندنا هو مشكل أننا ما كناش كنفكروا في ما بعد الكان. صحيح. كنا كنفكروا فقط في منتخب يمكن أننا نوصلوه بلاعبين يمكن أنهم معتزلين، لاعبين ما كيدربوش. وبعد كان كيقول هشام حتى كانت هدية هذاك الجيل اللي رافق إيرفي غونار أنه نعطيوه هذه الهدية ديال المشاركة آخر هدية. هدية احنا ما كنلعبوش شي كرة خارجة على السياق العالمي. صحيح. لأنه حتى المنتخبات اللي مولفة على الألقاب ألمانيا دائما كتلقى عندها الخلاف موجود. صحيح. وكيتكون في المنتخب فئات الاخرى البرازيل المنتخبات اللي كتفوز في الالقاب. تصور لو كنا احنا كنفوزوا بالالقاب كنا راه كنقولوا لهم غير نعسوا ودخلوا تلعبوا، يعني ما كناش غنديروا مجهود. فهذا هو المشكل اللي تطرح. نعم في نفس السياق ربما احنا كنتحدثوا كما احنا اللي كنتحدثوا على المنتخب والاداره التقنيه ديال المنتخبات الوطنيه. لما كنتحدثوا على المنتخب الاول هو لو فلوغون ديال المنتخبات الوطنيه، ديال منتخب الرديف، منتخب اقل من 23 سنه، منتخب الامل اقل من 19 سنه الى غير ذلك. لما كتاخذ منتخب اللي كتحدث عليه منتخب اللي هو موالف بالالقاب منتخب الفرنسي، فكتكون عندك واحد لا بونك دو دوني ديال اللاعبين اللي كيكونوا جاهزين يحملوا القميص الوطني وحامل صفات الدوليه وهو صغير. لا بالطبيعه وكتلقى عندك تراتبيه. يعني انا لما كنجي كظاهر ايسر عندي لوكاس، عندي بنجامين مندي، عندي مندي اللاعب فريق ريال مدريد. يعني عندي ظاهر ايسر عندي اربعه لاعبين، ملي غيمشي ليا لاعب عندي ثلاثه اللي كينتظروا. عندي مستوى خط الوسط عندي فاران امتيتي لونغلي الى غير ذلك. يعني عندي واحد تراتبيه في اللاعبين. نعم. لابورت الى غير ذلك، مجموعه من اللاعبين على مستوى خط الوسط ايضا عندي تراتبيه. يعني انني عندي واحد المشروع ديال المنتخب كامل، ماشي عندي 11 12 15 لاعب اللي غادي نلعب بهم النهار اللي غادي يعتزلوا هادو او لا غادي تنقص المستوى ديالهم غادي نلقى واحد لكن واحد الفراغ مهول. نعم. مهول على مستوى المنتخب. سي حسن فيما يخص اللمسه تاع بالنسبه للوحيد الى شفنا غير مقارنه مع إيرفي غونار، إيرفي غونار من النهار اللي وصل اول لمسه شفناها على انه فعلا الفريق الوطني ديالنا ولا اجتهد واشتغل على انه يكون كيضغط على الخصم، يكون كيدخل في الثنائيات، يكون في النزالات لا الهوائيه ولا الارضيه، انه يكون قاد باش يمشي في هذا الاتجاه عكس وحيد في هذه المقابله. تبين على انه فريق اللي ولا كيقلب على البناء الهجومي اكثر من كيقلب على استرداد الكره، وربما هذا اللي خلى واحد مجموعه المساحات بالنسبه لبوركينا فاسو. ربما هذه النقطه تكون عنده قناعه على ان الفريق الوطني كيخصو يفرض راسه، وربما كان جات كذلك من استنتاج على ان الفريق الوطني المغربي كلقى مشاكل كبيره تهديف. الوقت اللي كان في التهديف وفي الوقت اللي كان كيلعب مع فرق صغيره وكان مرغم باش انه يقوم بالعمليات البنائيه. صحيح. فكان كيلقى راسه على انه فعلا في مشاكل كبيره. العكس اللي كنا كنلعبوا مع فرق اللي هي نوعا ما قويه وكنا في واحد الوضعيه اللي هي دفاعيه كنا كنكونوا اقوى. أحسن. من خلال الدفاع ومن خلال الخروج الى الهجوم. وكنظن هذه النقطه الا اشتغل عليها من الان وحاول طبعا باش يحتفظ على المسائل اللي اشياء كثيره اللي من النقط اللي كانت قويه بالنسبه مع إيرفي غونار وحتفظنا عليها هي الضغط على الخصم واسترجاع الكره واننا نكونوا مستعدين باش ندخلوا في جميع الثنائيات. فاكيد على ان الفريق الوطني غادي يكون كتم المشوار ولا وحيد غادي يكمل العمل الذي اللي كان بدا به إيرفي غونار افون. ولو انه هو ضمنيا انتقد هذا الاسلوب اللاعب اللي تحدثت عليه لانه هو اعتبره انه كره ماشي حديثه بالنسبه لي هو، لانه من بعد راه غنطرقوا الموضوع لان في التصريح ديالو هو قال لك انه هذاك لاتاك بلاسي دوك الهجمات المنظمه اللي كان كيعتمد عليهم المنتخب الوطني انهم كيفرضوا انه اللاعب يحتفظ بالكره بزاف، وقال لك هذه ماشي كره حديثه ويمكن انا غنفصلوا في الموضوع. وقال ان اهم ملاحظه يعني قال المنتخب المغربي لا يسجل وخصنا اليوم نتحولوا من منتخب لا يسجل الى منتخب اللي كيسجل اهداف، وهي اصعب عمليه في كره القدم كما قال وحيد علي لوزيش. قبل ما نوصلوا نخليكم مع تصريحات يعني بعض لاعبي المنتخب المغربي مباشره بعد نهايه المباراه لميكروفون الزملاء في جريده المنتخب وعدسه امين مرجو المتابع. On a montré une bonne image de l'équipe nationale ce soir. On a joué quand même contre une bonne équipe. درنا ماتش زوين، كان عندنا فرص باش نربحوا هذا الماتش ولكن ما ساعدناش الحظ اليوم، ولكن ان شاء الله خاص تخلوا لينا شويه الوقت ان شاء الله لينا والمدرب باسكو هي نوفيل ايكيب، كاين بزاف تاع اللعابه مبليسين، كاينين دي نوفو فيزاج، وكاين ان شاء الله كاين لي بوتونسييل، كاين نيفو زوين، وان شاء الله مع الوقت وداك الشيء ان شاء الله نكونوا ان شاء الله فرقه زوينه خاصها شويه الوقت وصافي. انا ان شاء الله نكون دوما هنا. الواحد
خاصو يشتغل ويشتغل ويشتغل باش يكون ديما هنايا باش الوقت فاش تعطى ليه الفرصة يكون في أجود الأعضاء ديالو اللي مثل المنتخب الوطني أحسن تمشي. كاين عناصر جداد، مدرب جديد، فكرة كروية جديدة، فبشوية بشوية المنتخب الوطني غادي يلقى المستوى ديالو إن شاء الله وباش يكون واجد المقابلات المهمة. حنا أون ريسبكت غير لي كونسين، فهمتي؟ كاينين شي كونسين أخويا خصك تريسبكتيهم، فهمتي؟ المدرب كيقول لك هذاك الأول هذاك الثاني، صافي هو الأول، أنا كنت الثاني، خديت الكرة حطيتو الكرة سي نورمال، فهمتي؟ داكشي اللي داكشي في أي فرقة، فهمتي؟ أو خويا ما كتبش ما بغاش تدخل الكرة غون تيغور دو بينالتي بلا ما نعاود لك بلا ما نقول لك شنو شكون هو حكيم، سي كوم سا سي الفوتبول، زقلنا البينالتي سي كوم سا سي الفوتبول صاريف، ولكن نعطي بون ترافاي ليكيب افي بون ترافاي. حنا فولي فوالا بغينا نربحو هاد الماتش ابخي سيت ابخي سيت كوب دافريك، سيت ديسيبسيون كي لا مازال كاينه، ولكن خير ان شاء الله يكون خير إن شاء الله. الحديث كذلك ربما على بعض الأسماء العائدة، أنت تكلمت على فؤاد شفيق، كذلك ربما المفاجأة الكبيرة عادل تعرابت كذلك اللي خمس سنوات يعني كان اختفى من ليغادار كما كنقولوا باللغة الفرنسية ليعود بقوة، ربما إلى تمكن يعني وحيد ألي لوزيتش أنه يرجع عادل تعربت بلا مشاكل ديال عادل تعربت، ما تكون هذا أول إنجاز ليه. هو عادل تعربت العدو ديالو كان هو عادل تعربت. نعم صحيح. لأنه في التالي كان في آخر استجوابات اللي قام بها فعلا بين على أنه في هذه السنوات الأخيرة ندم على واحد المسار اللي وضيعه في هنا، والآن كيجتهد باش أنه فعلا يرجع للطريق وتبين من خلال لا المردود ديالو في هذا الشوط الثاني ولا كذلك حتى مع بينيفيكا، بحيث أن ويعني هي كتعتبر مفاجأة. يعني احنا كمتتبعين ربما كنا حكمنا وقلنا صافي يعني، ولكن كانت إشارة مع رونالدو يعني أنه ممكن أن عادل تعربت ربما انتهى بما يخص كرة القدم ديال لو نيفو، لكن تمكن هو يعني بنفسه وشابو، لان دائما حنا كننتقدوا بعض التصرفات، لكن برافو برافو لعادي تعرفت لانه رجع بهذا المستوى. وشفنا يعني في الشوط الثاني شفنا حركيه منه، يعني طلب الكره مرات عديده، مشى لابيل دو بال، مشى لو كونتاكت، مشى يعني حاول انه يعطي ذاك الاضافه يعني من بعد الدخول ديالو في الشوط الثاني. يعني ربما هذه ميزه من الميزات اللي كنا عرفناها فيه يعني في الفترات السابقه، وربما حتى السي حسن المؤمن راه كيعرفوا ربما بشكل جيد، لانك شرفتي عليه مع يعني في هذا المنتخب الكابوني، يعني عندما سجل المنتخب المغربي انهزم هناك في الكابون، يعني انت خديتي عرفتي اللاعب في البدايه ديالو مع 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 المنتخب المغربي في ديك الفتره، والباب مفتوح. يعني لاعب عنده 29 سنه، الا كنا نستافدوا منه سنه او سنتين ولا كان في العطاء ديالو. لا والمفاجئ ان فؤاد ان يعني هذه كامباك بحال هكا احنا ما متعودينش عليه. ما متعودينش، وهو شيء ايجابي لانه رساله من المدرب بانك راه الباب مفتوح امامك والامر كيبقى متعلق بك انت، الا لا تغلبتي على نفسك، لان كما قال السي حسن فتعرفت كان عدو نفسه، ولكن في الفتره الاخيره فهو صرح وقال بانه ندم على ربما تصرفاته، وبانه الان بلا ما يقولها هشام، بلا ما يقولها يعني هو المستوى ديالو اللي وصل ليه اليوم، وراه اللي كيبين بان السيد نعمل واحد التغيير جذري بعدا في الحياه ديالو وفي الطريقه ديالو في التعامل مع هذه المهنه اللي هي مهنه كره القدم. وربما كما قلت هذه رساله صحيح. ديال واحد اللي لوجيتش، لانه احنا كنعرفوا الرجل منذ سنوات، رجل صارم، مؤمن بالقرارات ديالو، مؤمن بالاختيارات ديالو، ما كيتزعزعش وما لا يحيد عنها مهما كان، لانه لما يقتنع بلاعب، لما يقتنع ب يعني بمردود ديال مجموعه او بشيء، فكيمشي وكيتاخذ القرار. قرار اخر شفناه هو توجيه الدعوه لزهير فضال لتعويض غيابات ديال بانون مثلا، وكيقحمه كلاعب اساسي. يعني هذا ايضا ربما يعني انت كان استغنى عنه في اللائحه الاوليه، ثم وجه ليه الدعوه ودخل كلاعب اساسي في محور الدفاع. هذاك يعني ان الرجل، انا كنظن شخصيا ان واحد لوجيتش غيقوم بواحد المجموعه، واحد ثوره كبيره داخل المنتخب، لانه لما ستتاح له الفرصه انه يعاين لاعبين، انه يتبعهم في البطولات ديالهم، انه يشوف المردود ديالهم، ربما غادي يستغنى على اللاعبين اللي ما يكونوش عاطين في نظريه ديالو
ما عطينوش ربما داكشي اللي كيطلب منهم، وغادي يختار اللاعبين اللي اكثر جاهزيه واللي هو يكون ربما مقتنع بالمردود ديالو. إذن وحيد فؤاد لا يحيد على الاختيارات ديالو. خليكم معنا مشاهدينا الكرام، نلتقي بعد لحظات قليله في الشوط الثاني من الماتش، ودائما الحديث بطبيعه الحال على المنتخب المغربي وعلى الناخب الوطني الجديد وحيد أليلوزيتش. تكلموا كذلك على لقاء هام اللي يعني تبعناه نهايه هذا الاسبوع فيما يخص المنتخب المغربي لاقل من 23 سنه والتعادل ديالو امام منتخب قوي وقوي جدا منتخب مالي. خليكم معنا، نلتقي بعد لحظات قليله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الشوط الثاني من الماتش، دائما الحديث على المنتخب المغربي الاول والناخب الوطني الجديد وحيد أليلوزيتش. اذا بسيره يعني ذاتيه كبيره البوسني وحيد أليلوزيتش حط الرحال في المغرب في ثاني تجربه له بعد الاولى. أليلوزيتش اللي نجح مع فرق ومنتخبات مختلفه كيقود إذن اسود الاطلس في هذه المرحله اللي كتطلب كما تكلمنا عليها يعني اعاده البناء وفي نفس الوقت تحقيق النتائج الايجابيه سواء قاريا او عالميا. شكون هو إذن وحيد أليلوزيتش؟ شنو هي اهم الانجازات ديالو؟ كيفاش غتكون استراتيجيه ديالو كذلك مع المنتخب المغربي؟ الاجابه في الروبورتاج التالي لهشام رمرم تامين واس والقراءه للزميل يوسف الشاكر. سفينة أسود الأطلس بربان جديد. القائد الجديد للسفينة هو البوسني الفرنسي وحيد أليلوزيتش، والهدف الآني المحدد هو التوجه بها نحو بر الأمان بعد أن فقدت بوصلتها لأزيد من عام. الربان الجديد وقبل يوم واحد عن أول ظهور له في كرسي احتياط المنتخب المغربي تحدث علنا عن بعض الضوابط التي يجب احترامها داخليا. من يستحق اللعب بإمكانه حمل قميص المنتخب المغربي، لكنني لن أتوسل أحدا للانضمام إلى الفريق. هناك نظام داخلي أنا بصدد تطبيقه، سبق لي العمل به في تجارب السابقة وأعطى أكله، فلماذا لا ينجح في المغرب؟ أليلوزيتش اختار لغة الوضوح وفاجأ الجميع وهو يتحدث إلى رجال الإعلام بمدينة مراكش عن بعض السلوكات التي كانت سائدة على عهد المدرب السابق إيرفي رونار واعتبرها غريبة. كان هناك نقاش مع الطاقم الطبي والمكلف بالإعداد البدني، وأثرنا موضوع بعض الممارسات المضرة والخطيرة الصادرة عن بعض اللاعبين، وهو ما علينا محوه. طبعا أنا لست شرطيا ليكون عملي هو المنع، لكن فيما يخص تناول النرجيلة واستعمال ألعاب الفيديو إلى وقت متأخر فعلينا التنبيه إلى ذلك. تناول النرجيلة يعادل تدخين 32 سيجارة دفعة واحدة، لا يمكنني أن أشجع على فعل ذلك ليصبح في حالة غير طبيعية إلى الحد الذي يصبح بإمكانه الغناء بأربع لغات. لغة الصراحة سمة غلبت على مجمل ما جاء على لسان الناخب الوطني الجديد، حتى أنه أشار إلى بعض التفاصيل التي قد تبدو عادية غير أنها بالنسبة إليه ليست كذلك. لاحظت في حصة تدريبية أن اللاعبين لا يستعملون واقي الساق، عندما استفسرت حول الأمر قالوا لي بأنهم اعتادوا على فعل ذلك. أفهمتهم أن الأمر يتعلق بأقدامهم وبأن هذه الأقدام هي ما يمكنهم من ربح مال كثير، وإذا تعرضت للإصابة ليس هناك مال وأنهم يعلمون أهميتها. قلت لهم إنها الحقيقة، قلت لهم بالحرف يمكنكم ألا تحموا رؤوسكم، لكن أقدامكم عليكم الحفاظ عليها. ولاعبو جميع الفرق التي دربتها وآخرها نونت الفرنسي كانوا يضعونها، فلما لا بالنسبة لكم؟ رسائل عديدة وجهها أيضا أليلوزيتش إلى بعض لاعبيه، وهو يشرح لهم من خلال حديثه ما معنى أن تكون لاعبا موهوبا ومهاجما.
علي لوزيتش لم يكتفي بالتركيز على إبراز الخطوط العريضة لنظام تعامله والقانون الداخلي، بل عرج أيضا على تفاصيل أسلوب اللعب الذي ينوي اعتماده، موجها نقدا ضمنيا إلى الطريقة التي كان يتبناها المنتخب المغربي في الفترة الأخيرة. كان لي نقاش مع بعض اللاعبين وكنت أسمع عن موهبة بعضهم، لكن لدى اطلاعي على إحصاءاتهم وجدت أن منهم من أحرز هدفا أو هدفين في موسم كامل. أليس هذا هو المطلوب؟ مهاجم أوسط يجب أن يكون في رصيده على الأقل بين 15 و20 هدفا في الموسم الواحد، والمهاجم الجناح ما بين 8 و12 هدفا مع 10 تمريرات حاسمة. مثل هذه الأرقام هو ما يمكن اعتباره إحصاء تام. اللعب للمنتخب يعني إمكانية المشاركة في كأس العالم والتطلع يوما ما إلى لاعب الدور الثاني. خلف الملامح الصارمة للناخب المغربي الجديد تختبئ تفاصيل قصة حياة يختلط فيها الحزن بالفرح والإحباط بالتفاؤل، بدأت فصولها تتشكل منذ أن أطلق مولود جديد اسمه وحيد ويحمل لقب علي لوزيت صرخته الأولى في مدينة يابلانيتشا بالجمهورية الفيدرالية اليوغوسلافية، لينتقل بعد أن اشتد عوده وأمضى مرحلة دراسية ابتدائية بمكان الولادة إلى مدينة مستار، حيث التحق بإحدى الثانويات التقنية سعيا وراء تحقيق حلم راوده منذ الصغر، ألا وهو نيل دبلوم جامعي في تخصص الإلكترونيك، ليجهض هذا الحلم بمجرد انضمامه إلى فريق فينيش مستار في العام 1971، ويدخل بعد 10 أعوام على هذا التاريخ عالم الاحتراف بالبطولة الفرنسية عبر نونت ثم باريس سان جيرمان، ليقرر العودة إلى بلده بشكل مفاجئ رغبة في رعاية والده المقعد الذي فارق الحياة بعد فترة قليلة على عودة وحيد إلى مستار. مع بداية التسعينيات القرن الماضي ستفرض حرب طاحنة قطعت أوسال يوغوسلافيا وتهديد بالقتل على علي لوزيتش العودة إلى فرنسا عبر بوابة بوفي الذي لم يضم مقامه بها طويلا، ليتوجه بعدها نحو المغرب حيث تسلم مقاليد تدريب فريق الرجاء ويتوج رفقته بدور أبطال إفريقيا والبطولة في موسم 97-98. إنجازات علي لوزيتش ستتوالى رفقة ليل وباريس سان جيرمان وأندية أخرى، غير أن فترة المجد لم تدم طويلا لينبعث من جديد وهو يقود كوت ديفوار نحو بلوغ كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا دون أن يتمكن من المشاركة، والجزائر إلى بطولة 2014 بالبرازيل حيث حقق المرور إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخه، ثم اليابان في نسخة 2018 بروسيا دون أن يتمكن من حضورها. بعودته إلى المغرب عبر بوابة المنتخب الوطني الأول، يسعى علي لوزيتش إلى تجديد عهده بالقارة السمراء التي كان أقسم في إحدى المرات وهو مكسور الخاطر بعدم العودة للتدريب فيها. هشام، إذن يعني في هذا التقرير رجعت للمسيرة ديال الناخب الوطني الجديد وحيد علي لوزيتش، تجارب يعني مع العديد من الفرق والمنتخبات، تكلم هو على الحس التهديفي كان هداف يعني ومع فريق نونت خصوصا، لاعب لي ومدرب ورجل اللي مر من يعني من مراحل بعد مرات كانت صعبه ودراميه في الحياه ديالو. بطبيعه الحال لانه وحيد علي لوزيتش باش تفهم الفلسفه ديالو طريقه عمله خصك ترجع للحياه ديالو، وهذا هو اللي كان يمكن المقصود باش نعرفوا من شخصيه، لانه هو من مواليد يوغوسلافيا ومنطقه ديال البوسنه الهرسك اللي من بعد غتولي البوسنه والهرسك، وبالتالي فهو عاش تجربه مريره من بعد الانتقال ديالو لفرنسا والرجوع ديالو. ففي البدايه ديال التسعينات اندلعت الحرب اللي مزقات يوغوسلافيا الجمهوريات، وعاش محنه اللي فقد فيها الاخ ديالو، كان هو مهدد بالقطع ديال الراس ديالو، وهذا هو اللي خلاه انه في واحد الفتره من الفترات عائلته تمشي يطلب اللجوء فرنسا ويلحق عليهم، ومن ثم بدات مسيرته التدريبيه مع بوفي بالضبط قبل ما يمر بواحد التجربه في فيليش موستار اللي كان مدير رياضي او مدير تقني. وبوفي يمكن انه المرحله ما دامتش كثير، ولكن المرحله الفاصله هي فريق الرجاء،
فريق الرجاء البيضاوي مرحلة فاصلة كانت في حياته، لأنه هو تفاجأ من بعد شهرين قدوم ديالو ديال الرجاء كيتوج بكأس إفريقيا، ومن بعدها كيكمل الموسم بالبطولة هي فاش كان الانتقال ديالو إلى ليل، ومن ليل كانت هناك البداية لأنه صعد مع الفريق القسم الوطني الأول، ومن بعد أهله كذلك لدوري أبطال أوروبا، وبالتالي بدات المسيره ديال التالق ديالو. وكانت يعني دائما عنده علاقه خاصه مع كره القدم المغربيه، ما نساوش تكلمتي على فريق الرجاء لكن مع بعض اللاعبين المغاربه، لان مثلا تكلمتي على ليل دا مع الروسي دا مع صلاح الدين باصير دا مع فهمي وكذلك صلاح الدين باصير لفريق ليل، وكان دائما يعني في لقاءاتنا معاه يعني لما كان كيدرب سواء المنتخب ديال كوت ديفوار المنتخب الجزائري المنتخب الياباني، كان دائما يعني عنده حب كبير للمغرب، ولما انها كانت كما تكلمت عليها هشام يعني مرحله فاصله في حياته هي اللي شهرته المسيره ديالو الكرويه. واش كتذكر يوم تناولنا معه واحد وجبه غداء في مدينه طنجه في احد المطاعم المطله على البحر والمحيط الاطلسي، وكان يعني مندهش لجماليه الجامعه الجزائريه، وكان منبهر بالمغرب ومدينه طنجه بالضبط، ويعني كان عقلتي واش يعني كيطالبنا واش الفريق ديالها في القسم الاول، لانه لو كان قال لنا الفريق ديالها في القسم الاول غدا نطالب ونوقع باش ندرب الفريق، وكان كيتساءل انه يطلب يعني كيقول نتمنى انه في يوم من الايام نعود للمغرب وندرب فيه، وربما الحلم ديالو تحقق ست او سبع سنوات بعد ذلك. وفؤاد الدعوه مفتوحه الوحيده اللي لوزيتش ماشي غير البلاطو كذلك نفس المطعم اللي كيطلع على البحر على المحيط الاطلسي. نتكلموا الى سمحتي من خلال التقرير، انا ربما ثلاثه النقاط اللي خديت بالنسبه للوحيد، اهم نقطه هي الصراحه ديالو. اللي بغيت نسولك يعني حسن، وانت كمدرب ناخب وطني سابق، يعني الطريقه اللي كيتكلم بها الصراحه اللي كيتكلم بها الاسرار اللي باه هو المشكل، لان كنتكلموا على لا كومونيكاسيون الاسرار اللي كيعطي. واش يعني هذه مساله جديده بالنسبه لنا احنا وقليله في عالم كره القدم ديال اليوم، كيفاش انت شفتي الطريقه هذه ديالو؟ واش ربما ما تخلق ليهش مشاكل كذلك نتكلموا عليها مع بعض اللاعبين؟ هو قال لك سال مجرب ولا تسال طبيب؟ لانه هو قال لك هذه الطريقه اشتغل بها مع واحد العدد كبير من الفرق وكانت ناجحه، ومنين هو بهذه الصراحه ديالو عارف الخريطه تاع الطريق ديالو، خريطه الطريق ديالو في النوعيه تاع اللاعبين اللي غيتعامل معاهم، عارف الخريطه تاع الطريق ديالو كيفاش يقلب على مفاتيح تاع اللاعب ويكون انه لانه هو كان مهاجم صحيح، ولقاو فريق وطني لاعبين كلهم كيسجلوا، وضع كذلك حتى بالنسبه للطريقه تاع اللاعب تاع الفريق الوطني المغربي، وهو فعلا اكد عليها، لان القوه تاع اي فريق الان عالمي ليس في استحواذ الكره فقط، ولكن هو ذاك التحول وسرعه التحول اللي غادي يكون من مرحله دفاعيه لمرحله هجوميه. خير دليل على ذلك المنتخب الفرنسي بطل العالم. نعم بطل العالم بلا استحواذ على الكره، بلا فرص عديده، بلا يعني كره بلا صانع جمالية جماليه ديال الكره، لكن افيكاس. اذا الرسائل ديالو كانت غير مشفره، هي واضحه لا بالنسبه للاعبين لا بالنسبه للجمهور، وكنظن هاد النقطة غادي قد تكون كدير القوة ديالو، لأنه كان شي واحد الإنسان اللي هو مبتدئ يلا باغي يجربها، يمكن نقولوا هذا واحد الإنسان اللي ربما دخل في واحد المتاهة اللي هي لا رجعة له. خصوصا حسن ربما كذلك أنه جاي في مرحلة انتقالية، وكيقولوا هذه أهم شيء، الطريق اللي كاين هي يعني هذه اللي بغى مرحبا اللي ما بغاش ضيعونا. أنا بالنسبة لي جلال، هو كاين ثلاثة الأشياء اللي ممكن أننا نفصلوا فيها الحديث ديالو، فهو أعطى شخصيته وطريقة تعامله ويمكن الأسلوب ديال التعامل، وشيء جوج الحوايج اخرين هو دار تقييم المرحله ديال المنتخب المغربي، تقييم تقني وتقييم سلوكي. الا بغينا نقول التقييم السلوكي كان صادم، لانه الا قارنا التصريحات السابقه ديال اللاعبين المغاربه والمسؤولين كان كيقول لك الامور جيده داخل المنتخب، كل شيء مزيان كل شيء زوين كذا. الا كان هذا هو المعيار عندهم ديال كل شيء زوين كل شيء مزيان، فكنظن انه كارثه عظمى، وغتخلينا حتى دوك المسؤولين مابقاوش نثيقوا فيهم، لانه الان الاختيار اصلا ديال هالي لوتزيتش هو اختيار يعني اعتراف
صحيح. اعتراف بان مرحله كانت فاشله على مستوى السلوك لانه الجامعه ولات ضعيفه امام كتله ديال اللاعبين المتحكمين في المنتخب. رونار توضع المنتخب رهينه امامه، رونار وضع كذلك المنتخب رهينه امام لاعبين وعطاتنا النتيجه ديالو الان. وبالنسبه لي انا وحيد هاري لوديش قيم المنتخب في الفتره السابقه من الناحيه السلوكيه ومن الناحيه التكتيكيه، وعطانا حتى اشاره بان راه كنا كنلعبوا كره ماشي حديثه، ها الكره الحديثه. وبالتالي فكنظن انه النتائج ما تعطاتش لانه منطقيا ما كناش حققنا نتائج ربما الكلفه. نعم. ونعطيك الكلمه لان الجانب ديال التواصل كيهمنا بشكل كبير. يعني اليوم يعني المتعه ديال المتابعه الندوات غتولي حدث. نعم. ربما تجي بحالها بحال مستوى المباراه. الى ربما هو غير المتعه والاستفاده. الاستفاده هي المقاربه مختلفه، يعني المقاربه ديال ايرفيرونا ربما كتختلف على واحده ليلوجيتش. وربما الحاجه المهمه بالنسبه اللي تقدر تفيد المنتخب المغربي في المرحله القادمه انه التجربه ديال واحده ليلوجيتش مر من نفس التجربه هاته مع منتخب مجاور اللي هو المنتخب الجزائري، لانه لما مسك بالمنتخب الجزائري فكان المنتخب اللي جريح، كان بعد الخروج ديالو من نهائيات كاس افريقيا للامم 2013 وكان بعد الهزيمه المنتخب المغربي. يعني خذا المنتخب الجزائري في نفس الظروف، وربما حتى التقارب ما بين لاعبين المنتخب والعقليه ديال نفس البروفايل والتركيبه ونفس التركيبه. نعم. نفس يعني حتى بالنسبه لوسائل الاعلام، يعني ما نساوش ان واحد ليلوجيتش في الجزائر خلافات دائمة مع وسائل الإعلام الجزائرية بسبب الصراحة ديالو، بسبب الصرامة ديالو، بسبب ضرورة احترام كل واحد للعمل ديالو. أنا كمدرب هالعمل ديالي، أنت كإعلامي هالعمل ديالك، والنتيجة شفناها بالنسبة للمنتخب الجزائري، تأهل لكأس العالم والبلوغ ديال الدور الثمن النهائي الأول مرة والهزيمة في الأشواط الإضافية أمام ألمانيا اللي بعد ذلك فازت باللقب. إذا هذه المرحلة هذه ديال المرور ديالو في الجزائر ربما تكون واحد التوطئه وتكون واحد ربما تجربه اللي غيبني عليها هذه الحقبه الجديده وهذه التجربه الجديده لا يخوضها مع المنتخب المغربي. ونرجعوا لموضوع المنتخب الاول بطبيعه الحال. وحيد ألي لوزيتش العديد من الحلقات القادمه، الموعد القادم والمباراه ضد المنتخب النيجر يوم الثلاثاء، وكذلك في شهر اكتوبر اول خروج رسمي للمنتخب المغربي مع ألي لوزيتش ضد المنتخب الموريتاني. الحديث كذلك على لقاء وموعد هام بالنسبه لكره القدم المغربيه اللي جرى يوم السبت، مباراه المنتخب المغربي ضد منتخب مالي في اطار اقصائيه كاس افريقيا للامم المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020. هدف لمثله خصم قوي وقوي جدا، وربما النتيجه كانت تكون يعني اصعب بالنسبه للمنتخب المغربي. تقريبا جوج الفروق اللي هما بداوا في نفس الوقت تقريبا في 2015 التجمعات ديالهم، لان الفريق الوطني اللي لعبنا به الان اقل من 23 سنه، التجمع ديالو الاول كان في 2015 مع عبد الله الادريسي، تقريبا واحد النواه تاع 7 حتى 9 اللاعبين الان اللي هما كانوا حاضرين بما فيهم حكيمي، بما فيهم نصيري، بما فيهم طويل، دونك داري، هذا واحد مجموعه اللاعبين. غير الا انه المسار اللي مشات فيه الفريق المالي وانه في جميع المراحل اللي كان لعب فيها في اقل من 17 سنه، من اقل 19 سنه، فكان دائما مستوى كبير، وقات ديك مجموعه متجانسه، وفعلا ديك النتائج خدماته، لان قاريه لان كل ما مريتي من واحد المرحله وشاركتي في واحد التظاهره والا كتربح مقابلات اكثر وكتزيد ان الانسجام كيوقع. هذا اللي هو اللي خلى الفرق انه دار نوعا ما بينه وبين الفريق المالي، علما على الفريق الوطني المغربي الان من بعد اخر هزيمه ولا وفي نفس الوقت هي ولات انتصار بالقلب من افريل، فكان وقع واحد النوع تاع تحول، لان ما بقاش فيها المدرب اللي هو كان كيشرف عليهم هذه السنه 3 فوكت. من بعد كتجي هذه المرحله الاخيره يلاه تقريبا واحد 10 ايام اللي هادو تجمعوا مع بومين، غادي خصو يعرف هاد اللاعبين عن قرب. جات في واحد المرحله اللي هي في بدايه تاع الموسم، لان حتى البطولات تقريبا مازال ما بداش، خاصه حتى البطوله المغربيه. اذا هاد المرحله اللي هي فيها الان الفريق الوطني اقل من 23 سنه،
ولو أننا استاذنا تم النداء على أربعة اللاعبين اللي هما لعبوا مع الفريق الأول، فربما كان تبين على أن فينا كان واحد النوع تاع السبق عند الفريق المالي على مستوى التنظيم على مستوى الدفاع وأكثر من ذاك الشيء، لأنه حتى القراءة تاع المدرب ديالهم عرفوا على أن اللاعب المغربي ربما منتخب يعني من أقوى المنتخبات على الإطلاق. يعني السنوات لما شفت أن المنتخب المغربي سيواجه المنتخب المالي باش زعما كرة القدم راه سبانسيونس اكزاكت، يعني كل الاحتمالات واردة، لكن المنتخب قوي وخطير. نخليكم مع يعني ردة فعل الناخب المغربي باتريس بومير مباشرة بعد نهاية هذه المباراة بالتعادل هدف منك. وجدنا صعوبات في وسط الميدان ولم نستطع القيام بأكثر من تمريرتين في المنتصف أمام الفريق المالي، والذي اكتسب بعد النضج مع لاعبين متجانسين يلعبون مع الفريق منذ أكثر من 4 سنوات. لجأت للقيام ببعض التغييرات التكتيكية مضطرا حتى يتحسن أداء المنتخب، وذاك ما حصل. سنقوم باللازم قبل المباراة القادمة في باماكو واستخلاص الدروس والعبر. إذن استخلاص الدروس والعبر كيقول باتريس بوميل الناخب الوطني. خليكم الآن مع بعض ردود أفعال لاعبي المنتخب المغربي بيتكلموا كذلك على ربما إمكانية حسم يعني التأهل خلال اللقاء يوم الثلاثاء في باماكو. هذا الإيجابي كما شفتوا الدراري كاملين عطاو اللي عندهم، دماج ما ساعدناش لحد، مي ابخي اون فا با لاشي ان شاء الله، اون فا لي لا با بور او موان ماركي ان بوت ان شاء الله. جيت بيغ راملي لا كاليفيكاسيون او موان اون ان تري بون جروب. سا في 4 ans كي سون انسامبل كي يلعبوا مع بعضياتهم. حنا دابا يلاه تجمعنا، ولكن كيف ما شفتوا اليوم واخا درنا تعادل ولكن كانوا شي حوايج زوينين، دونك ما خصناش نفقدوا الامل، وان شاء الله في الماتش غدو ان شاء الله يكون خير. ما اللي كنا عارفين هما صعابين، ماركا الاولين. غادي نحاولوا دابا هنا حنا نمشيو لمالي ونربحوا تما، ولا خصنا نماركيو ان شاء الله. الله يكون معنا. راه ما كانش ساهل كما شفتوا، فريق الخصم ماشي جا باش رجع اللور، بغاو يلعبوا تما كره. صراحه في لي زونغاجمون في لي ديال كانوا شويه قصاح علينا حنايا في الدوزيام ايطا. بعد ما سمعنا الهضره المدرب ودرنا بها فكنا احسن. كنظن ان نديرو ماتش بحال لا دوزيام ميطون اللي درنا اليوم غادي نجيبو التاهل ان شاء الله. اذا المنتخب المغربي في مواجهه منتخب مالي يوم الثلاثاء القادم، لقاء اللي غيب عليه نصير المزراوي المصاب اللي غادر معسكر المنتخب المغربي في باماكو. وصلنا يعني اخر فقره في هذه الحصه من برنامجكم برنامج الماتش، فقره جديده في برنامج تدوينه الاسبوع، واخترتي تدوينه سيشا. يعني في الفقرة الخاصة اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي وقع الاختيار ديالنا على تدوينة طرقات الموضوع يمكن نقوله جديد وقديم في نفس الوقت، والموضوع بطبيعة الحال هو الحديث عن العشب ديال ملعب محمد الخامس. صاحب التدوينة اللي هي موضوع الفقرة ديال اليوم فأشار إلى فترة 21 يوم اللي ما غتقامش فيها أي مباراة في ملعب محمد الخامس، وبالتالي فاقترح أنه لماذا لا يتم استغلال هذه المدة باش يمكن أنه يتصلح ويخضع العشب دياله للإصلاح. والعشب ملعب محمد الخامس كما كنعرفوا انه اثار العديد من النقاشات في الفتره الاخيره بحكم انه ظهر بواحد الجوده سيئه جدا خلال استقبال فريق الرجاء لمباراته الافريقيه ولمباراته كذلك بمناسبه كاس العرش اللي تقصر فيها امام نهضه الزمامره. اذا يعني مسلسل تيلي نوفيلا مركب محمد الخامس مستمر. شكرا جزيلا لهشام، شكرا فؤاد، شكر كذلك السي حسن مومن ضيفنا اليوم في بلاتو برنامج ماتش. الى هنا تنتهي حصتنا اليوم برنامجكم برنامج ماتش. لكم تحيه زميل عبد الله الجعفري، خالد مدنيب مخرج الماتش، كان معكم جلال بوزراره. الى اللقاء الاسبوع القادم في حلقه جديده من الماتش. أتقى إن شاء الله.